نأتي كذلك لسورة أخرى من سور القرآن لها اسمان متقاربان في الشهرة، وهي سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فتعرف بسورة محمد وتعرف بسورة القتال، بسورة محمد وبسورة القتال، وهذان الاسمان لهذه السورة المباركة متقاربان. ولفظ محمد هذه المفردة الجليلة المباركة وردت في القرآن، وردت في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومع ذلك هذه السورة سميت بسورة آل عمران. وذكر في سورة الفتح، قال الله عز وجل: محمد رسول الله، في الرد على القرشيين عندما أبى مقدمهم آنذاك سهيل بن عمرو أن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمد رسول الله، وقال: نكتفي باسمك واسم أبيك. لكن هذه السورة ذكر الله عز وجل في صدرها في الآية الثانية منها، قال ربنا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فهذا سبب تسميتها بسورة محمد، فيكون بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قد سميت سورة باسمه كبعض أنبياء الله: يونس، يوسف، هود، إبراهيم، كل هؤلاء المباركين من أنبياء الله عليهم السلام، ونوح، سميت بعض سور القرآن بأسمائهم. ومنهم خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الاسم الثاني لهذه السورة المباركة سورة القتال، لأن الله عز وجل ذكر فيها مشروعية القتال، وجاءت فيها مفردة القتال، لفظ القتال جاء فيها، قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إلى غير ذلك من آيات السورة مما ذكر فيها القتال، فضرب الرقاب، فشد الوثاق، فكل ذلك ذكر في هذه السورة المباركة. إذن هذه السورة لها اسمان شهيران، اسم يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم سميت باسمه لأنه ذكر في الآية الثانية منها، وسميت بسورة القتال لأنه ذكر فيها بعض من أحكام القتال ومفردة القتال بعينها. وبعض العلماء يقول هذا يدل على أنها نزلت قبل سورة آل عمران، وعندي أن هذا بعيد، لكن لأنهم قالوا لو كانت سورة آل عمران قبل لسميت بسورة محمد، وهذا لا يلزم، لأن الله عز وجل عندهم ذكر فيها قوله جل وعلا كما مر معنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.